تحفة ميدان المرموم، تحفة ميادين السباق بين أطراف الثلاثة المباركة. هنا دستور، وهناك سيف العرب، وهناك المضمار الرئيسي العملاق، التحفة الجميلة التي يتوافد إليها الجميع من كل دول الخليج. سبق وأن استمع الجميع لحضور قطري وعماني للأشقاء الذين جاءوا للمشاركة لإثراء المنافسة هنا والانطلاق بالناموس معنا على أرضية هذا الميدان الكبير، ميدان المرموم في إمارة دبي. الشوط الرابع، اللحظات القادمة هي لحظات منافس ما بين أخواننا أبناء القبائل مرة أخرى. بالنسبة للقعدان الحقايق يحمل هذا الشوط 20 قعود، ننتظر لحظات الانطلاق التي سيعلنها الزملاء ولجان التنظيم ونقطة البداية لنعلق على هذه الأسماء، ونتمنى التوفيق لجميع من انطلق ومن سينطلق على هذا الميدان في هذا الصباح. مشاهدينا الكرام، بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة هذا الشوط، 3 كيلومترات أخرى، 10 جوائز لعشر مراكز، جوائز نقدية قيمة. الشوط يندفع يحمل هذا النصاب الجميل 20 قعود لأبناء القبائل بشعاراتهم المميزة التي صالت وجالت في ميادين السباق في الإمارات، هنا في قطر، في السعودية، في عمان، في الكويت، في كل دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة التي ترحب بهذا النشاط. الشوط بدايته مع أول اسم مذاع اللي هو الذيب للسيد أحمد بن علي بن خلفان الشامسي، بينما المركز الثاني اللي يليه مباشرة هناك وضاح للسيد راشد بن مبارك بن ثلاب الهاجري من دولة قطر الشقيقة، أحد إخواننا القادمين من ميدان التحدي، ميدان شحانية. المركز الثالث مباشرة نرى متعب راشد بن محمد بن سعيد المخيبي، والمركز الرابع اللي هو الطاير للسيد سيف بن مطر بن خلفان الجابري، المركز الخامس 10 شغموم لمحمد بن مصفر بالقوبع المنصوري، وسادس المراكز يلي مباشرة هملول حمد راشد عبد الله المزروعي، المركز السابع اللي هو ثمين للسيد سالم بن سعيد بن حبيب الهشامي الهشامي، واللي يليهم مشاهدينا الكرام في المركز السابع ملفت لراشد بن سالم بن علي العويسي، ضيوفنا بانوا من سلطنة عمان الشقيقة في هذا النداء، بينما هناك أيضا شاهين لعلي بن حمد بن سالم بن عبد الله بن شعيل المري أظني من دولة قطر الشقيقة أو من المملكة. هناك من يليه وهو هملول حمد صالح بن أحمد بن خلف القبيسي اللي احتل المركز العاشر. هذه 10 أسماء مشاهدي الكرام كانت تتفاوت، كانت المداخلة فيها سريعة والتبادل جميل مع مقدمة هذا الشوط، بينما العودة مباشرة إلى الصراع والنزاع القائم على الصدارة. يا سلام، هناك الدخول والهجوم الخطير، 1500 متر على خط النهاية، منتصف المسافة، 3 كيلومترات نرى هملول يحتل المركز الأول لسيد حمد بن صالح بن حمد بن خلف لقبيسي، ويسيطر على ثاني المراكز من خلال ملاحقته له ملفت للسيد راشد بن سالم بن علي العويسي، بينما المركز الثالث اللي هو هناك من الجانب الآخر الذيب للسيد أحمد بن علي بن خلفان الشامسي، والمركز الرابع ثمين يا ثمين للسيد سالم بن سعيد بن حبيب الهشامي، والمركز الخامس نرى مجموعة هناك في المركز الخامس يقودهم ناصي لحمد بن سعيد بن حمد بن حوتة أو أحمد بن سعيد بن أحمد بن حوتة بالحب العامري، ويليه في المركز السادس هناك حامل رقم 15 اللي دخل على المركز السادس متعب راشد بن محمد بن سعيد المخيبي، المركز الثامن 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 يلا 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 خلينا ناخذ الثامن يانا رياض مبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري من دولة قطر الشقيقة. ونعود إلى مقدمة شوط مشاهدينا الأعزاء. الله يا القبيسي، الله يا القبيسي، هملول سلالة غنية عن التعريف، اللي هو حمد بن صالح بن أحمد أو أحمد حمد بن ضبيب، هذا أحمد ولا حمد؟ أحمد
حمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي المسيطر على شوط القعدان الثاني لسن الحقايق. يلا 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 الناموس وين يا جماعة؟ وين هملول ما ياخذنا معاه؟ إلى أين أنت ذاهب يا هملول؟ عاصمتنا الحبيبة، إلى عاصمة الميادين، إلى العاصمة الحبيبة أبو ظبي. الله الوثبة تنتظر، وها هو هملول. حمد بن صالح بن حمد بن خلف القبيسي، بينما المركز الثاني ناصي بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن حب العامري قادم بقوة عند لوحة الميتين متر. ثالثا يأتي ملفت راشد بن سالم بن علي العويسي من سلطنة عمان، ولكن سلام يا عاصمة الميادين، سلام يا أبو ظبي يا عاصمة الإمارات الحبيبة، سلام سلام. مع هملول تهانينا للسيد أحمد بن صالح حمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني ناصي حمد بن سعيد بالحب العامري، المركز الثالث اللي هو ملفت راشد بن سالم بن علي العويسي، المركز الرابع يحتل ثمين سالم بن سعيد بن حبيب الهشامي، والمركز الخامس شاهين تعود ملكيته لعلي بن حمد بن سالم بن عبد الله بن شعيل المري. هو صراحة مو مكتوب المري لكن أعرف هذا الاسم. تهانينا والناموس لجميع مشاهدينا الكرام الفائزين بالمراكز العشرة الأولى. والآن التوقيت بشوف كم يابو، كم يابو الشباب للثلاثة كيلومترات. هل الوثبة، هل العاصمة؟ 4 دقائق 35 6 أجزاء من الثانية. التوقيت هملول الفائز بالمركز الأول في هذا الشوط، الشوط الماضي حمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي. هناك 4 أجزاء من الثانية، 37 ثانية و4 دقائق توقيت اللي فاز بالمركز الثاني، ألا وهو ناصي أحمد بن سعيد بن أحمد بن حوتة بن حب العامري. المركز الثالث 4 دقائق 38 ثانية بالوفاء والتمام. توقيت ملفت اللي فاز بالمركز الثالث راشد بن سالم بن علي العويسي. هكذا كانت الأشواط الأربعة جميلة مع الأستاذ والزميل أحمد عبد الرحمن أحمد أمين والسيد سفاح الشمري محدثكم الآن. العودة بالميكروفون للأستاذ في هذه الأثناء للتعليق على الأشواط القادمة أو